في شأن آخر، قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ إن الصين تتفهم وتحترم وتدعم الخطوة التي اتخذتها حكومتها بسحب مشروع قانون التسليم رسميا في إطار إجراءات تأمل أن تساعد المدينة في المضي قدما بعد شهور من التوتر. أضافت لام أن الاستقبال التام لمشروع القانون كان قرارا اتخذته حكومتها بدعم من بكين، التي بدأت موقفا متفهما أو أبدت موقفا متفهما سبب اضطرارنا لفعل ذلك. وسحبت لام أمس مشروع القانون الذي أدخل المدينة الخاضعة لحكم الصين في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، كما أعلنت عن إجراءات أخرى تشمل فتح مجال للحوار مع المجتمع بهدف محاولة حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عميقة الجذور. يعد سحب مشروع القانون أحد المطالب الخمسة للمحتجين المطالبين بالديمقراطية، على الرغم من أن الكثير من المحتجين والمشرعين قالوا إن تلك الخطوة غير كافية ومتأخرة للغاية. وتشمل المطالب الأربعة الأخرى للمحتجين الكف عن استخدام كلمة شغب لوصف التجمعات الحشدة، إطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة، ومنح أبناء هونغ كونغ الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية. دكتور رشا كمال خبيرة في الشؤون الصينية تنضم معنا عبر الهاتف للتعليق على هذا الخبر. دكتور رشا، ما تقييمك لمسألة سحب مشروع القانون الذي سبب هذه الأزمة الكبيرة في هونغ كونغ الآن؟ أهلا وسهلا أستاذة إيمان. يعني التقييم هو أنه أكثر المحللين تفاؤلا لم يكن يخطر على باله أن تتراجع إدارة هونغ كونغ، وهي طبعا مدعومة من حكومة بكين، عن القانون. وتوقع الكثيرون أن السياسة الصينية ستستمر على سياقتها المعهودة في أنها لن تتنازل أبدا أمام أفراد الشعوب، وخاصة مع التدخلات الخارجية ممثلة في أمريكا وبريطانيا. نعم، سحب القانون الآن هو في بادرة تفاؤل كبيرة جدا لتغير السياسة الصينية عامة، ولحسابات دقيقة جدا هي إما أن يقبلوا بكل هذه التجاوزات الخارجية، أو أن يفكروا في مصير الجزيرة الهامة جدا للصين ولكرامة السلطة الصينية عامة. فسحب القانون أنا أرى فيه كثير من التغيير لملامح السياسة الصينية، وفي كثير من الأمل إلى استكمال باقي الإصلاحات وإرضاء المحتجين بحيث أنه يعود الهدوء كاملا إلى هونغ كونغ. نعم، يعني هذه هي الأهداف المعلنة، قد تكون هي الأهداف المعلنة أو الأهداف يعني التي من السهل قراءتها، لكن مثلا هل أزمة هونغ كونغ استخدمتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أو كان يستخدمها ترامب في الضغط على الصين، هي وأزمات أخرى سياسية، باعتبار أنه البلدين بينهم حرب تجارية، هل في رأيك أنه الصين كانت يعني حكومة بكين كانت أكثر ذكاء في التعامل مع هذه الأزمة لوقف هذا الضغط من قبل ترامب؟ نعم، هو ترامب لم يكن وصل إلى درجة الضغط الذي يعني تواجه معه الصين الكثير من الخطأ، لكن هي خطوة ذكية جدا من الحكومة الصينية، كما أن الإعلان لم يأتي أبدا من حكومة بكين، الإعلان صدر من ممثلة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، والتي أكدت في النهاية أن حكومة بكين تدعمها وتحترم آراءها وقراراتها. يعني الأمر ظهر بسلاسة ومرونة، يعني ظهر كأنه شيء استقلالي أكثر، وهذا أيضا يضفي الكثير على أهمية هذا القرار على الساحة الدولية. طيب، المطالب الأربعة الأخرى برأي حضرتك فيها، يعني المطلب الرئيسي والذي أصلا تسبب في اندلاع كل هذه الاحتجاجات، باقي المطالب هل من الممكن أن يعني تنفذها حكومة بكين؟ هي باقي المطالب تقريبا يعني أول ثلاثة مطالب يعني ليست بكثير من الحرج أو الأهمية، ربما المطلب الأخير هو الأكثر حساسية. تقرير التعامل مع الشرطة، كل
المؤسسات الإعلامية في هونغ كونغ وفي بر الصين الرئيسي بدأت تخفف من استخدام كلمة شغب لوصف المحتجين، كما بدأت في إظهار كثير من التقارير الودية أو الشعبية التي تدعو إلى هيا لنحافظ على مدينتنا، هيا لننظف مدينتنا، طبعا لأنه المدينة تأثرت بالكثير من مظاهرات الاحتجاج وكثير من الآثار تضررت والمطارات وما إلى ذلك. فبدأ الأمر يأخذ بعض الشكل الودي. التحقيقات مع الشرطة أعتقد أنها أتية ولكنها ليست الأمر المهم. الأمر الأكثر أهمية هو هل يستطيع أهالي هونغ كونغ اختيار قيادتهم بصورة ديمقراطية، لأن هذا ليس موجود بشكل واضح في الدستور، فهذا سيحتاج تغييرات في الدستور. ولكن إذا بدأت الصين بسحب القانون فربما تحدث تغييرات كاملة في سياستها تجاه مناطق الحكم الخاصة مثل هونغ كونغ ومقام. طيب، والمطلب الخاص بإطلاق سراح المحتجزين من المحتجين الذين تم القبض عليهم؟ إذا بدأوا في عدم إطلاق كلمة شغب واحتجاج على المظاهرات فلن يعتبر المحتجزين محتجين، وستقل الحدة في التعامل معهم. وكانت أكبر حجر عثرة في هذا الأمر هو القانون في حد ذاته، فإذا كانت كاري لام تنازلت عن القانون بمقابل استقرار هونغ كونغ فأعتقد أن باقي الطلبات لن تكون معقدة. صحيح. أو نعم، يعني المطلب الأساسي تم أعتقد خطوة خطوة ليبقى بعض من ماء الوجه لسلطة هونغ كونغ. أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور برشا كمال الخبير في الشؤون الصينية. وإلى هنا تنتهي هذه الجولة من الآن، أشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.